هاي بنات، شلونكم؟ معكم ميك اب ارتست ريم الشمري. اليوم حطيت ميك اب حق الفنانه الجميله لمياء طارق. حطيت جلتر واعتمدت فيه على الاضاءات والهايلايت. لك كذي حلو صيفي، الوانه فريش، ان شاء الله يعجبكم. ايش رايك بالميك اب؟ وايد روعه. قلت كذي كم خلطه سريه بس خاصه حقك، واتوقع الميك اب هذا يعني صيفي على انه شوي لعروس مثلا تبي ميك اب خفيف، هذا وايد يلوق. بنات، عندي لكم نصيحة. الحين احنا وقت صيف، وحتى بلش تقدرون تستخدمونه هالسيرم الدبل سيرم، حق كل بنت لازم يكون موجود عندها، يعوض الماي. في 7 ايام بس راح تشوفين البشرة
التغير معاه كذي تصير نظرة فيها جلوي فظيع فظيع فظيع. وتقدرين تستخدمينه مع أي نوع كريم نهار أو ليل، يعني إذا أنت مثلا ما تستخدمين كلارنس ككريمات نهار أو ليل يلوق على أي كريم ثاني من المنتجات مالتج. دبل سيرم لازم عند كل بنت، ترى هي حطت لي اياه اول شيء. وايد حلو بنات، انصحكم فيه صدق وايد راح تشوفون نتيجته حلوه. تابعونا على بودكاست تي في ريم الشمري ولمياء طارق.